سلام، اليوم جيتكم بدرس في الفرنسية اللي يتعلق بالنطق. قبل ما نبدو أي حاجة نبدأ على الصلاة على النبي، اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وسلم تسليما كثيرا. بزاف يعني كثير من الناس اللي خاصة ولادنا الصغار ما يعرفوش ينطقوا السي، وقتاش ينطقوها سي الاس يعني سين، وقتاش ينطقوها كاف كا. دونك هنا عندنا القاعدة، عندنا سي تنطق اس اللي هي سين، امام الحروف او اي اي ايغريك. اذا سي دوفون هادو كاع شتنطق، تنطق اس خلاص اللي هي سين. دونك سي دوفون او تنطق اس، سي دوفون اي امام اي نطقوها اس، س حدا ايغريك تنطق س من يجو من بعدها هادو طبعا، و س سي سي لا لتر سي كي تكون حدا الاي نطقوها اس. امثله نعطيكم امثله. اذا غلاس غلاس هنا نقولو غلاس، ما نقولوش غلاك، الاس ينطق س. زيدو سيريموني مراها الاي ننطقوها س، تنطق س. سيتيرن عندنا الاي مراها دونك ننطقوها س، وعندنا سيني سيني دونك هنا عندنا ايغريك دونك اذا تنطق س. خلاص دونك حفظوا هادو هما ربعة، الاو والاي والايغريك والاي ننطقو س سين. بالنسبة للكا، وقتاش السي ننطقها كا كاف؟ امام الحروف ا او او وكونسون. الأ عارفينها، الأو وهادو دي فوايل. الكونسون شكون هما؟ لي كونسون هما لي خارج لي فوايل. لي فوايل عندنا الأ والأو 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 والأي طبعا والإيكغيك. خلاص اللي يبقوا لي كونسون هما نبداو بي دي بي سي دي اف جي اش جي كا ال ام ان بي كيو ار S, T, V, W, X, Z. هادو هما لي كونسون. نعطيكم امثله. اكزامبل كارت، هنا ما ننطقش سارت، ننطقها كارت. علاش؟ باسكو راها موراها ال A لا لتر A ينطق كا. كوستوم كو عندنا ال O اذا ننطقها كا كوستوم. كيفيت كيفيت ننطق ك اللي عندنا ال U. كلاس عندنا ل ل سي اون كونسون دونك ننطقها ك. كريون 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 قلم ننطقها غ اذا ننطقها ك لان موراها ار الغ اذا ك. هذه هي القاعده اللي تمشوا بها لي كيفية نطق حرف السي. نعاودو بعجالة، إذا هذه اللي تحفظوها بلي السي كيكون حداه الأو ولا الأي ولا الإيغريك ولا الإي ننطقها س سين، وكيكون حداها الأ والأو والأو والكونسون ننطقها كا كيف. إن شاء الله تكونوا استوعبتوا، وان شاء الله نزيد نعطيكم كاع الحروف اللي صعاب اللي ما تقدروش يعني تفرقوا وقتاش يعني تنطقوهم بطريقتين ولا بثلاث طرق ولا اربع طرق. كاين اللي نوصلوا ننطقوهم باربع او خمسه طرق. تهلاو في روحكم ونقولكم سلام.